بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير حميد الطامي، معالي الدكتور مغير الخيري، الحضور الكريم، الأخوة والأخوات، الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أرحب بكم وأشكر حضوركم معنا اليوم في حفل توزيع جوائز التعليم البيئي للعام 2010-2011 الذي يهدف من خلاله إلى تكريم الفائزين وتكريم المساهمين في إنجاح برامج التوعية البيئية التي تنفذها الهيئة في القطاع التعليمي بالتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية الغير حكومية والقطاع الخاص. نحن في هيئة البيئة نؤمن بأن التعليم هو أحد المحركات والدوافع الرئيسية للوصول إلى الاستدامة البيئية. لذا فقد تم وضع التعليم والتوعية البيئية ضمن أهم أولوياتنا، على أن تساهم في زيادة الوعي البيئي وتغيير أنماط السلوك الفردية والمجتمعية وجعلها أكثر إيجابية، مع التركيز بشكل عام أو بشكل كبير على المدارس التي تعتبر بيئة مناسبة لغرس روح المواطنة البيئية وترسيخ القيم البيئية في نفوس أجيال المستقبل.